عندك كاين شي فقر المدينة العتيقة؟ لعبتي مع المجد من الوداد مشيتي؟ مشيت ما كانتش فريقي ديك الساعة، ما كنت كنقرا، مشيت لعبت واحد العام في 84 مع سي مصطفى البوتيني، كان كيدربنا في الوداد، ومن بعد ما بقيتش كنمشي كانت قراية، وما لعبت معاه معام. كان الرئيس هو سي نصر الدين الدوبلالي، نتمناو ليه الشفاء العاجل بهذه المناسبة في رمضان. ومن بعد رجعت للوداد في 84 85، من با سالم الله يرحمه، كبر الله يرحمه، و سي الصوفي، وكذلك مجاهد عبد الحق، و عبد الحق الله يرحمه، الله يرحمه، كذلك البوتيني الله يرحمه. ولكن شو هو الجينيراسيون اللي بديتي معاه؟ جيل الفاضل تفضل، هو اللي طلعتي معاه؟ جيل الفاضل كان مصطفى الغرشي، كان عزمي، كان عزمي جينيراسيون ديالك؟ عزمي جينيراسيون ديالي. كان شويه قبل الداودي ونيبت لا قبل منهم، قبل منهم فاضيل حسن ناظر، مسلم، عزيز بنيش، مجيدو، لافونسون، صحيته صحيته لا زعما كان انا لعبت معاهم حيت هما كبر مني، صحيته، سعيد الزموري، كمال ادريسي، كمال كان حسن هيرس الله يرحمه، كمال كان عميد الفريق المنتخب الوطني، واحد الشريف، مصطفى الشريف، ولكن مصطفى قبل منك. مصطفى لا دابا كنقول اللي لعبت معاهم انا، لا بغيت اللي سمع، لا جينيراسيون ديالي هو هذيك. عندك فاضيل، حسن ناظر، مسلم، فاضيل هو اللي دار معاك كارير كبيره، عزمي، فاضيل هو اللي بدا معاك وكمل معاك، كمل حتى في الوداد، حتى الكمال فريخ. انا باقي عاقل فريق لقيناه حنايا، انا باقي عاقل على الكماله. مشيتو بحالكم في دقه واحده 96 97؟ لا مش كنت انا وفاضيل، حنا كنا لي بليزاجي، هو انا وفاضيل والفوزي، انا وفوزي كبر من فاضيل بعام، حنا في 63 هو في 64، انا نعطيك كاع تا لا دات نيسونس ديالو. لا فوزي كان بدا في راجا، فوزي عاد جا عندكم الويل. لعب تقريبا، بدا معنا في 94 95، لا 93، لا واحد معنا لا سوبر كوب، سوبر كوب 93، لعبت 93 في ابيدجان، ابيدجان اول سوبر كوب، كان الفريق البطل تيمشي عند الفريق اللي فاز، يعني غريب حسن ديال لاكوب ديال ترون الاخر يبقى واقيلا هنا في كازا. لا كان تما هذاك فوزي، لا كان معنا فوزي، لا هذاك كان ديجا، لا كان فوزي، ومن بعد تشامبيونز ليغ اللي كانوا ربحوا في السودان، ومن بعد جيست اب كلعبوا سوبر كوب، من بعد عدلالي لعب معنا في 94 95 96 97. انا كنت لا كوب فوقاش، لا كوب ديال 94 لما انا 94 مخريب، كانت خريبكا يا خريبكا، قلت لها حسن كانت عندنا واحد فورماسيون، كنا لعبنا معاهم دو فوا دو فينال 89، وحده قبل من المصفر، من المصفر في الرباط، من المصفر في الرباط، وي حبابي، وحده كيدا دي جوج، كانت خريبكا مزيانه، وحد دومي، دومي كانت عندهم فان زيغلن، كان كانت عندهم فرقه زوينه خريبكا، حميد دوش، لا بزاف لعيبيه، كان في لا ديتان، شخنيفرا، الغرفة، مريش مريش، الغرفة، وليش مضيع الاخر ديال هذوك من اللعابه الكبار، ولكن مخيب كاجا ليكيب ناسيونال، مخيب كاجا ليكيب ناسيونال، مشى انت لعب تينيريف، تينيريف من ليكيب ناسيونال، مشى مورا لا كوب دافريك ديال 88. واش في ذاك الوقت ديال ملي لعبتي في الوداد ما كنتيش ضحيه تواجد اسماء كبار في المنتخب الوطني المغربي؟ بالطبع اكيد، الوداد كنتي تحكم على نشاط، اكيد اكيد اكيد، لا ماشي كنت كنحكم في الكوره، حيت كتقول كتحكم كيتصحابو كنحكم في شي حاجه اخرى، لا شوف ماشي كنحكم، غير الاكثريه كما كتعرفوا حتى في الكوره الاكثريه لي ميليو تيران، حيت هما اللي كياخذوا الكوره بزاف، داك الجوج ديال فهمتي، هما اللي كياخذوا كره بزاف، وداك الشيء ملي كتشد كره بزاف كيقول لك راه كيحكم ولا ما كاينش داك الشيء، كانت واحد جينيراسيون، واحد جينيراسيون اللي ماش نقول لك من الناحيه الاخلاقيه ابعده، هما اللي كنا ان جروب كيما بغى يكون المدرب، خصوصا ديال 89 ديال 89 94 نيبات ابرامي وداودي، كانوا دي كرون جوار، كان ابرامي وراه كان معنا بول. كان معنا رضوان، يمكن ما بغاش يتخشى معنا في الاخر، ما بغاش يتخشى معنا، ما بغاش كيلعب برجليه وبكل شيء، وانا ما كنتش من راه هو يقولها لك، كنا مش هذا كل شيء شنو هي؟
لا قلت لك زعما كلشي، لا قلت لك زعما بغاش يتخشى مع الجروب اللي كان عندنا بقى جونيور. لا راه معانا في ليكيب بريمير معانا في ليكيب بريمير وضيع لا كوب دي ترون اللي كان ديال 97. ما لعبتيش هذيك ديال الطالي؟ لا ما لعبهاش. لا 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 ما لعبهاش لا لا ما لعبش. دونك راه ماشي كنت في السعوديه وكان كيلعب. لا 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 هذيك الساعه مازال وكان كيلعب اريار دروا دومي سونتر وكل لعب اريار دروا تفرجت فيها انايا وسالينا ومشى معايا لعند السنتيسي الله يرحمه عبد ما كان ضر رجليه وتفرجنا سالينا ونطريمو ولعبوا مورانا الشامبيونه كان مع الشريف مصطفى الشريف وكنت هابط وديته معايا كانت رجليه منفوخه وداك الشيء وكان زعما من تبارك الله الصحه وداك الشيء ومن تماك بقى سالينا حنا وراه لعب لعب بما فيه الكفايه. كل جينيراسيون اللي دات البطولات اربعه ثلاثه البطولات الاربعه ودات كاس افريقيا ما كانش فيها هو لا لا قلت لك هو جا قلت لك هو السودان كنت جونيور لا كادي كاع واقيلا كادي انا لعبت مع الدراري مع حسي حسان ومع الاخوان وانا جونيور 94 95 باقي نعقل كلاس جونيور فاش حيت 95 بدا معنا زاكي هو راه لعب معنا قبل قبل ما يجي زاكي كان جينور وكان كيتريني معنا دونك كانوا كانت جينيراسيون وكنا جينيراسيون اللي 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 خدا فيها الجاه ماشي الله يرحمه الله يذكره بخير شكون يوري يوري الله يذكره بخير انا بعرف كاع جينيراسيون اي واحد يذكرها بيناتنا اي واحد يذكرها لا اي واحد وكاين حتى هو لا وكاين سمح لي راه هو كعرف كيفاش عارف كيفاش يجمع عارف كيفاش يجيري لي فوديت فوالا راه شوف راه وكانت علاقته انا كنت كنشوفه صغير شفت شو علاقته مع حسن وفضيل رائع فهمتي راه كانت عندنا تقريبا 12 واحد كنا كنلعبوا 10 ويمكن حسوني هو اللي كان 12 والاخرين هادي دي جوار جونيور وداك الشيء مره بوجمعه مره شعايب مره فهمتي دونك ما كانش عندنا ان افيكتيف بحال دابا ولا انا عندنا ان افيكتيف ريدوي ولكن واحد العام عقلتي في موريتانيا بكم سبعه في ديك الناسيون تيتولير شوف غير سعود غير عبو دوك بالك كابيتان سعود والله الا سعود اللي كان باقي نقال لهم كان انت مستوري غير دابا وهاد جينيراسيون دابا هاد الاخر هادي ديال 2014 حتى دابا كنحسبها بارمي احسن الجروب اللي كان في الوداد نتائج لا لا شوف راه كاين شتي كاينه كره لا نتائج ما نقولوش دابا الكره تبدلات على ايبوك راه ما كانش السرعه دابا السرعه ولات صح واش فهمتي ولا تاكتيك عاوتاني واحد القضيه مهمه حسن اهم من هذا الشيء انا في رايي الشخصي هو تكون كتكون عندك ايفيكتيف زوينه ولا ما كانش عندك رئيس قوي ما تزيدش احنا دابا هضرنا على مدرب ملي كيكون مدرب رضوان مزيان راه موراه رئيس مزيان سي نورمال حيت شكون اللي غايجيب هذاك المدرب الرئيس حيت وكانوا ولكن رضوان هذا ليكيب ديالهم اللي دات لي تيتر كان مشاكل كان من كوار مريت يجي سنتي ولو كان اللي كيسيروا حريفين بحال مقتدر اسمع الخطابي راه ما كيخطروش لجنه مؤقته داروا فيها الشريف كانوا مشاكل سيريه ورغم ذلك كانوا النتائج كانوا انتصارات